مساء الخير. اليوم راح نعمل مع بعض وافل بطريقة مرة سهلة ولذيذة. الوافل هش مقرمش، اعتمدوا الطريقة بالمقادير بحذافيرها وراح يزبط معاكم. راح نستخدم جهاز آلة الدونات 4 في 1 من هوم إليك، وهوم إليك ماركة حصرية لدى قصر الأواني. الجهاز بيجي معه 4 أسطح. هات السطحين للوافل، وعندنا سطحين فوق وتحت للبوبس كيك وللكب كيك وللدونات. اليوم راح نستخدم أسطح الوافل. الجهاز عبارة عن 1000 واط وعليه ضمان 3 سنوات. شوفوا الأسطح بتتركب بطريقة مرة سهلة. شايفين هذه الحديد اللي هنا، تجيبيها ناحية المفتاح من هنا زي كده وتطقيها. طب لو تبى تغيري تضغط الزر ده، شايفين بكل بساطة نفس الحكاية دي. مرة سهلة الاستخدام، والأسطح سهلة التنظيف وغير قابل للالتصاق. لو انت من باب الاحتياط بس بخت زيت وامورك تمام. ميزة الوافل، الجهاز الوافل هذا، انه شايفين دي المربعات عالية. في بعض الأجهزة للأسف ما بتكون ممتازة، لأنه هذه المربعات بتكون كده مرة قصيرة، ما هي عميقة زي كده، فما يبان الوافل المربعات اللي فيه، ما يتشكل بطريقة ممتازة لو ما كان مرتفع زي كده. شايفين فهذا الجهاز مرة ممتاز ومناسب من هوم إليك. ولا تنسوا عرض قصر الأواني لليوم الوطني، راح تحصلي على 91 ريال لكل 350 ريال من قيمة مشترياتك. مقادير الوافل عندنا 3 أكواب وربع دقيق، 100 ملي زيت، 100 ملي حليب، كوب 250 ملي موية، بيضتين، شوية فانيليا سائلة بمقدار ملعقة صغيرة أو ممكن البودرة، رشة ملح، ملعقة كبيرة معيارية سكر، ملعقة كبيرة معيارية بيكنج بودر. بفكر الوافل حقسمه نصين، نص أخليه بلونه الذهبي الحلو ونص ألونه باللون الأخضر. طيب في وعاء راح نضيف البيض، راح أخلط مرة كمان، راح أضيف الفانيليا، الزيت، ونخلط. راح أضيف الحليب، والموية، السكر، البيكنج بودر، والملح، وراح أضيف الدقيق نص الكمية أضيفها وأخلط، والنص الثانية بعد ما أخلط كل المكونات هذه وتتجانس، يعني على دفعتين. راح أضيف الدفعة الثانية ونخلط. شوفوا هذا القوام، أخف سنة من قوام الكيك، يكون القوام سائل بدي الطريقة. قسمت الخليط على قسمين، قسم راح ألونه باللون الأخضر وقسم راح أخليه بنفس اللون، يعني ما أغير لونه، هذا القسم راح أحط له لون أخضر. اللون الأخضر درجة اللون ترجع لك، تبي تحطي كتير تحطي قليل حسب رغبتك، كل ما حبيت اللون أغمق زودي. راح أخذ كوب من خليط الوافل اللي جهزناه وأحطه في الجهاز، ما يحتاج تتركيه يتخمر ولا أي حاجة، على طول أخلطي وأستخدمي. راح أقفل عليه وأتركه يستوي ويأخذ اللون الذهبي الحلو. الدقايق والوافل جاهز. انتي افتحي وشيكي، والله حسيت اللون لسه فاتح ارجعي غفلي عليه
واتركيه يغمق سنه. انا حخليه يشقر زياد، ابغى لونه ذهبي. خلينا نشوف اللون. ايوه هذا اللون اللي ابغاه الذهبي. خليني اقلب واوريكم من تحت. ساخن. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خلينا الدفعه الثانيه نسويها اللون الاخضر، وافل باللون الاخضر. يلا بسم الله، كوب من اللون الاخضر. انا مخفف اللون بالعنيه، اذا انت تبغي اللون مره غامق وواضح زودي ملون الطعام الاخضر حسب رغبتك. خليني اوريكم، هو لسه ما تحمر بس بوريكم اللون الاخضر كيف صار، مره شكله رهيب. شوفوا في التصوير، خليني كده اقرب، شوفوا الكاميرا، دائما التصوير يظلم، ترى لونه اخضر. شوفوا واضح اللون، نقربت الكشاف اكثر، حخليه كمان يشقر، بس قلت اوريكم اللون قبل ما يشقر اكثر. وهذا بعد ما شقرت، خليني اوريكم. شوفوا بوريكم، هذه سويت اللونين مع بعض اخضر وابيض. هقفل عليه عشان يتحمر. الوافل صار جاهز. شوفوا في كل مرة بتجيني 4 قطع صح؟ هذه دحين 4 قطع، ومن أول صار معايا 8 قطع، يعني المقادير اللي راح أكتب لكم هي تسوي لكم 12 قطعة وافل. طيب هنا عندي قطع الوافل الأبيض والأخضر، خلط بين النوعين، راح أزينهم بالفواكه وبالايس كريم وبصوص البستاشيو اللي هو صوص الفستق. الفواكه حسب رغبتك، اختاري الفاكهة اللي تعجبك. هنا عندي كرة ايس كريم. وبصوص البستاشيو. وعندك كمان ممكن فستق مطحون، فستق مجروش، زي ما تحبي. وبما اننا ده الاسبوع فرحانين انه يوم الخميس حيكون اليوم الوطني السعودي، نزينها بهذه البنوتة الحلوة اللي شايلة العلم. تحفة، مرة تجنن شكلا وطعما. جربوها وكل عام ووطني بخير. لذيذة لذاذة رائعة. خلينا كده ناخذ اللقمة المثالية تكون فيها فواكه وايس كريم وصوص. مرة يا سلام. المعنى الحقيقي لكلمة لا توقف. مرة لذيذ، مرة 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 طعم. دقيقة كده.